خبر الشهيد الشهيد راني وليد من مواليد 99 99 وهو فارس في جميع مجالاته واسد وين ما راح ومحترم جدا 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 عمره ما ازعل بني ادم طالع لحياه ابوه لانه ابوه كان شهيد في 2002 يعني تربى يتيم بعد ما كان توفى لما كان عمره 4 سنين توفى والده شهيد كلمه الحق في 2002 بعد اجتياح مخيم جنين وكان فارسا في الملاعب وفارسا في النضال وفارسا في كل شيء كيف وصلكم خبر استشهاد خبر استشهاد وعلى التليجرام شفنا الاشتباك مسلح اغتيال في كباطي طلعت على الصورة ابني ابن اخوي ابني طلعت عرفت طوال رنيت على ابني ولا بقول يا براني اللي استشهد لا 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 كان كاتم لا وراني هو الفارس المغوار يعني اللي كان ما حد بيعرف عنه وين هو وين وين راح وين كل انسان مستهدف كل انسان فلسطيني على وجه الكره الارضيه مستهدف بغض النظر مين مكان يكون يا عم مقاوم ولا مش مقاوم ولا المقاوم بكاتل واللي في الدور بكاتل